بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يحدث في البحرين هذه الأيام من استمرار احتجاز واعتقال جسد الشهيد عبد العزيز العبار جريمة أخرى تضاف إلى سجل هذا النظام الجائر الذي لم يعد يعترف بشيء اسمه حقوق الإنسان أو إنسانية. فكيف يمكن أن تستخدم جثة شهيد كوسيلة للضغط أو كأسلوب للمساومة؟ إن عائلة الشهيد لا تطالب بأكثر من تسجيل سبب الاستشهاد وهو الطلق الناري الذي أطلقه شرطة الخليفيين على هذا الشاب بينما كان يمارس حقه في التعبير الحر. مع ذلك مضى أكثر من أسبوعين وجثة الشهيد محتجزة معتقلة يساوم هذا النظام عليها، فما أتفهه وما أبعده عن الإنسانية لكي يصل إلى هذا المستوى من الانحطاط؟ الشعب لن يتوقف، الشعب يتطلع لتحرير بلده من الاحتلال ومن الاستبداد، وسوف يتوجه بالتدريج إلى العاصمة لتحريرها من هذا الاحتلال وهذا الاستبداد. نعم ستكون هناك تضحيات، سيكون هذا النظام شرسا أكثر، سيستخدم القوة والعنف والإرهاب ضد الأبرياء، ولكن الساد هؤلاء وصبر هؤلاء وإيمانهم بقضيتهم سوف تتحمل هذا القمع وهذا الاضطهاد، لأن هدفهم كبير ولأن نفوسهم عظيمة ولأن إيمانهم بالقضية إيمان لا ينال منه سلاح العدو وظلمه وإرهابه. وبذلك فإنه ينتظر تحرير سجنائه، تحرير معتقليه، تحرير رموزه، ومنهم الأستاذ نبيل رجب الذي ينتظر العالم خروجه من السجن مظفرا منتصرا على جلاديه. سوف يتحداهم، سيكسر أنوفهم، سيمرغ كرامتهم في الوحل، لأنهم انتهكوا حقه ولأنهم انتهكوا حق الشعب ولأنهم اعتدوا على أبناء البحرين ولأنهم احتلوا البلاد بالقوة. فهيهات أن يصمت هذا الشعب حتى يتحرر رموزه كالأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع وبقية الرموز العظيمة. فطوبى لهؤلاء الصامدين في سجون الاحتلال، وطوبى لهذا الشعب الصامد، ومرحى للذين يستقبلون جيوش الطغاة بصدورهم العارية ويهتفون الشعب يريد إسقاط النظام.